طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مختصر الموقف العملياتي ليوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024. الناس اللي بيهمها عبر الصفحة لايك شير، أهم حاجة ركزين على الشير، البوستات والفيديوهات واللايفات. ناس ركز على الشير، قلنا لكم في طلص 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 مغرق الميديا، جنجويت مغرقين الميديا، بطلص انتصارات زايفة، ما بوستات أو منشورات يصدر فيها التخويف أو يصدر فيها الخوف للناس. نحن بنكافحهم رغم أنه صفحة على بلاقات وعلى قيود، لكن بنلقى الفيديوهات قاعد تصل في اليوتيوب، موجودة في التيك توك، موجودة في صفحات أخرى، بنلقى الفيديوهات موجودة وكله بفضل الشير. عشان كده احنا بنقول لكم شير. هسه قبل ما تكمل الفيديو ده شير وارجع احضر تفاصيل الفيديو. الليلة هنتكلم عن بورت السودان. في فلسفة كده، في ناس الواحد بيقول لك لو البرنامج بتاع القطوعات ده عام على كل السودان، بورت السودان ليه؟ انا ركزت على بورت السودان نسبة لرداءة الطقس ونسبة لرداءة الموظفين. بورت السودان دي الان اصبحت العاصمة البديلة، العاصمة البديلة. ما في عاصمة في العالم فيها بيحصل فيها الان اللي بيحصل في بورت السودان على الاطلاق. قلنا رداءة الطقس ورداءة الموظفين وضعف الحكومة وما في أي خدمات وما في أي اهتمام. الناس الآن بتموت، بتموت بسبب قطوعة الكهرباء، بضربات الشمس، يعني حاجة كده لا توصف، حمى، حميات منتشرة وما في أي اهتمام. موظفين كسلانين شقالين على كيفهم، لا في برنامج بتاع، لا في برمجة ولا على كيفهم، لأن حيولوها من حتة لحتة بيقطعوها. شقالين زي ما بنقول علام بلينج بلينج، تيجي كده بس وتقطع، تيجي كده، يعني برنامج يعني ما قادر. عشان كده بقول لك شفت الكهرباء وبعض المؤسسات دي مليانة جنجويد، وده شغل بتاع جنجويد بالمناسبة، والله العظيم ده أخطر من الجنجويد، اللي بيشتغلوا من الداخل ده أخطر من الجنجويد، وما في رقابة، ما في محاسبات على الإطلاق. يا أخي التلج ب25,000 اللوح، أقل حاجة ب3,000، الناس ذات تجيب قروش من وين؟ الناس يجيب قروش من وين؟ موظفين يكون في عطل، أول حاجة الاستجابة ذاتها، ناس الطوارئ الاستجابة بتاعتهم ضعيفة، وكانجو إلا تكسر وإلا تدفع، ده لو جوك ذاته تدخل يدك في جيبك تديم. أنا بتسأل وين حكومة الولاية من شو الحاصل ده؟ الكهرباء دايرة شغل ودايرة نفط، فيها جنجويت، والله والله ده شغل بتاع جنجويت. تقول لك الجنجويت ده اللي شايل السلاح، ما في المؤيد ومناصر ل قضيته بيشتغل فيه قبل لك كده. هل انا اذا كان بورت السودان فيه شغل بتاع جنجة، انا طبعا اعتبره شغل بتاع جنجة والله من الاخر. ما تقول لي امكانياتنا، لا لا انت ما شغال، ايه شغل نص الكهرباء بالذات، ومرتباتكم ما شاء الله تبارك الله فل، هذا الوقت مرتبات اقسم بالله عالية جدا جدا، وبعد ما شغالين يقعدوا يلعبوا بالناس ولا بهمه. هس انت مدير الكهرباء، موظفين الكهرباء، انتوا بتعانوا من نفس القطاعات دي؟ مستحيل طبعا، مستحيل. احنا والله تعالى بعد كده بنسكت، والله العظيم اي عفن بنعريه وبنكشفه،
داري الشغل تقيل جدا جدا، اقسم بالله العظيم مرة يحكم كله كله. الان الناس بتموت يا اخي في السودان، انتوا قاعدين نايمين؟ معقولة شغالين بمزاجكم؟ النوعية دي اخطر من الجنجري. طيب بالنسبة لنا كمان التفاتيش، والله يا اخوان اقسم بالله العظيم احنا ما عارف البلد دي يعني الوصلة للمرحلة دي هو عدم الوطنية، عدم الاحساس بالمسؤولية. يا اخي هل يعقل يا اخواننا؟ انت قاعد مجد علي شفع مستنفرين في التفاتيش، عربات دي مرة عاشر ارتكاز اقسم بالله العظيم، شندي وعاد برا والله. ارتكازات دي بتيجي مرة كده ما في زول ذاته فتشك، ولا في زول بيشتبه فيك، ولا 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 حتى المواطنين الراكبين ذاتهم زهجانين وقرفانين من الموضوع ده. هم حاسس السوق ذاته ان البلد دي يعني فيها امن وفيها امان، ممكن كويس انه جنجويد ما يخشوها؟ انت قال لك الجنجويد ده اللي راكبين عربات قتاليه ويجوا لافين كتموغلهم، ده الجنجويد ده ما بيسللوا بيجوا بأجر وبكونوا قاعدين نشوف مدني دي لما يجتاحوها. شوف الناس اللي انضموا لهم سايب بالالاف هسه الان قاعدين معاكم في شندي وقاعدين معاكم في عطبر جنجوي، اقسم بالله العظيم برفعوا في تقارير وقاعدين يا هو بيسبب ضعف الاجهزه الامنيه والتراخي بتاعهم ده، قاعدين كانه ما في حاجه. يسلموا كمان للعربيه عليكم السلام، هو جنجوي ده مكتوب له في وشه جنجوي. كميه من المتعاونين مرقوا بالطريقه دي، كمية من الجنجبيت الآن مستقرين وقاعدين والناس ما جايبين لهم خبر، بيشتغلوا من الداخل. عليكم السلام يا دول، ارتكاز عربية دي جات أنا ما بعرفك والله ما بعرفك، أقسم بالله فتش تلفونك أتأكد من هويتك، ما عندك هوية تنزل تقعد لي هنا، تنزل تقعد ما عندك هوية، ماشي وين جاي من وين؟ إيجارات ذاته المفروض تتم باسم شنو؟ بعلم الشرطة وعلم الأجهزة الأمنية. والله إذا المفروض ما تفلتر ومفروض ما تعمل له فحص أمني ما يسكن، مش نازح مع أماكن الإيواء بتاعت النزوح دي أو مراكز الإيواء دي معروفة، ودي ذاتها المفروض تكون فيها لجان، المفروض تكون فيها استخبارات، شرطة أمنية، فدرال، المهم كل الأجهزة الأمنية المفروض تكون قاعدة هناك مراقبين أي زول بمكالمة بمساندة، المفروض يتم بلغ بالقانون. والشغل بتاع حكمنا ودينا السجن ده ما بينفع، حكم تتنفذ شنو الفوضى دي؟ هي حارب ولا كلام فارق؟ ناس بموت وناس يخدون في المواطنين، بيقتل في المواطنين على نزال، حاصل في الفجر وحاصل في كرر الحاصل في الهناء، وتتعاونوا معهم معاونة زائدة يعني حنية زايدة يعني زي كأنه ما في حرب. تيجي تحط لك مستنفر عمره 16 ولا 17 سنة يقعد عمل مع الناس بكل طيبة، يا أخي التفاتيش دي كلمناك مرارا وتكرارا، قلنا لك التفاتيش دي خدت الناس اللي بيعرفوا الشغل ده، حاسة المناطق اللي ذكرناها شندي وهناك اقسم بالله سحبوا ناس شغالين جروبات، سحبوا ناس من الارتكازات نظامات تجيب قريبي ويجيب، والبلد دي تمشي كيف؟ ناس عندهم خبرة. انت لما انت قلت لي بتاع استخبارات ولا بتاع شرطة أمنية ولا بتاع هناي ده بكون عارف ويكون عنده حس أمني، يجيب لك مستنفر كان ضحكوا له ساكت، أو قال له يا جناب ولا قال له يا سعادتك خلاص يمشي يا ناس التوا، والله ده ما شغل اقسم بالله العظيم، ده كلام فارغ ساي. ضباط كبار قاعدين في مكاتبهم، تلقى عقيد ولا عميد ولا لوها ما تجي تصبها هنا في التفتيش ده، وده زمن انت تقعد شنو رتبه ما رتبه تجي تصبها هنا، بخليك تقعد في مكتب شنو ده زمن مكتب؟ بلد كلها مولع نار، ناس ماسكين باللي هناك انت جاي قاعد ليه في مكتب لحد الان؟ لحد الان جايين ورا مصالحكم الشخصيه؟ يخدم معقول ده 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 كلام بيجي؟ في نفس الوقت في ناس بيقدموا تضحيات وناس بيموتوا، ديل قاعدين
انت قال اللي حصل في الخرطوم اللي حصل في الجزيره اللي حصل بالتراخي والتهاون والهنايه بتاعكم ده، انت قال منك ببعيد يعني؟ اقسم بالله ما بعيد، والله يبقى فيك، والله العظيم يبقى فيكم. ناس نايمين ساكت يا زلمه، يا تشتغلوا عادي زي الهنايه تشوف لكم شغله تقضوها. ضباط قاعدين ساكت، واحد مركب له نجوم مركب له، اقسم بالله العظيم قاعد ساكن لاحساس بالمسؤوليه، ولا هنا ولا ذاتهم اسجن من السجن. انا قلنا لكم الفتره دي دايره ولا عسكريين فرقه ديل قاعدين ما لهم حد، جيب فريق خط في الولايه اللجنه الامنيه دي كلها كده مسؤوليه الوالد، الوالده لو ما بقى كبك عسكري موضوع ما مشي يا زلمه. تجيب لي والي مدني يا اخي شغالين بهنا ولسه حد لا في مصالحه ولسه فوضى ورشاد ومدور في التفاتيش، معقوله؟ احنا البلد دي انت قالك كان الحرب دي اقسم بالله 100 سنه ما تخلص طالما انه في تراخي وفي فوضى حاصله زي ده. طيب بالنسبه للموقف العملياتي يا اخواننا، الموقف العملياتي رغم اللي حاصل ده كله، الموقف العملياتي مشرف، مشرف في شغل. انا وريتكم الجنجبيل ده الغلط، كذب في الميديا ما عندهم حاجه، والله العظيم الفاشل ده انا سقطوها ميديا بس كذب كذابين. بعد الصفحات القحاطيه شغاله لهم سواقه وتضليل كويس وتزييف للحقائق، الان اثروا في كثير من الناس الداعمين للجيش وبدوا يطاولوا على الجيش ويقولوا في كلام فارغ. تجي واقع المعركة كذب، ما عندهم أي حاجة اللي ودي. حتى شاب كنا بابا نوسا وقبل اليوم جون قرنك بتاعهم ذاك مصور له من بيت، هسا بابا نوسا هسا على الأقل لو ذكر أرجع تاني محل صور محل قاعد تصور ده، ذاك كنت تمشيط مدور في بابا نوسا. تمشيط مدور ولا الأسواق دي في بابا نوسا الجيش مشطة. أحياء السلام دي كلها الجيش مشطة، السكة حديد، بوست كل دي تمشيط وغير كده أمنة. وين الجنجويت كان عم نقوم وقاعدة وبابا نص عصية عليكم يا جنجويت. وآخر اشتباك ده قال لكم احنا سمع في عساكر، قالوا والله احنا كنا نايمين ما سمعنا ذاته، لكن قالوا في اشتباك. من البداية قلت لكم ما بتسقطوا بابا نص دي كضامن، اقسم بالله العظيم. كذلك الان الفاشل شاب كنا الفاشل ورحنا ورحنا، مع انه المرتزقة مبلورين اقسم بالله 6-0 في الفاشل، وديل أسوأ أنواع الجنجويد، ما عندهم خبرة قتالية وناس كدكات، شفت كدكات جايبينهم بس عشان يقنموا وفشلوا، غير الانسحابات الثقيلة وغير البلة المبلولة له، عشان كده شغالين تدوين الآن قاعد يستهدفوا في المدنيين استهداف مباشر. استهداف مباشر الآن بيستهدفوا في المدنيين، لكن عسكرياً أو شغل بتاع عمليات ارضية قضابين، بس المشترك هذول والله تعبهم ورهم لك اتفض نضمنه معاهم الجيش ومعاهم جزء من المستنفرين وجزء من العمل الخاص التحيلهم شرطة. يعني كده قلنا لكم زمان يا اخواننا البرهان ده موضوع الشرطة ده سايت هاو فوق، وشرطة بتشتغل يا زول، شرطة بتشتغل هسه في الفاشل هنا ما اغلبهم بوليس تقاشر، كمية من البوليس الان شغالين. هسه عندك بجاي هنا في قرب مدرمان ده مع كلهم شرطة امنية على ما عارف احتياط مركزي على انه ما هذا بوليس، بوليس باقي الولايات قاعد كويس في العاصمه دي بالذات اللي عملت معاه كانوا تعامل بتاع مدنيين، وزول مدرب 9 أو 10 شهور بيضرب اي نوع من انواع الاسلحه. تجي تقول لك قال البوليس ما عارف شنو ما مدرب على هناي، وهو المستنفر ده المدرب يعني؟ هو المستنفر ده المدرب؟ فالتحيه للناس الفاشل عموما شغالين وبالين، وكل ما يقول لك النازل قربوا من الفرقه عارف تماما انه النازل جاله دمقاس. كل التسللات بتاعتهم دي والله العظيم بتم استقباله وبتم بله، بس المشترك هذيل تمشيط ممشطين عديل، ممشطين عديل ما لاقين جنجويت. يجي يقول لك قال نحن يا هجيتوا وسللتوا ودخلتوا المستشفى ونهبتوا حتى مرتبات موظفين نهبتوها، حتى الادويه نهبتوها، وبعد فيكم تم بلوا فيكم الهناء استغلوا ظرف المطر. يقول لك قاعد تقدم الفرقه، هي الفرقه دي سهله كده فيك واحد عسكري عشان تصل الفرقه دي موهوم انت وما بتصل، اقسم بالله ماتوا مضضان حول الفاجر، والله ان جغم وجغم ما بعد جغم
حول الفاشر ولسه وانا اتحداك يا جنجبيت باذن الله الفاشر دي تخش على الفاشر دي مقبرتك وهسه خلطت حساباتك وخلتك قد الرب. يوميا والله عشرات العربات بتم تدميرها. اي تسلل ليه مقسم بالله العظيم بيفقد كميه من المرتزقه. ده السبب اللي خلاه متراجعوا. كل متحركاتهم متحركة حتى اولاد الكومة ده والله تبلوا الدق ودق لما قالوا ما دايرين. والله ناس فكوا جوكو ده وروهم لك طفى النور من زاد. طيب بالنسبه لغرب وندرمان قلنا لهم اخواننا لسه موضوع بتاع الدوحه ده الناس ما تستعجل فوقه. انا بديك الزيت بس تبعت كده هنا لسه الناس ما تستعجل فوق. احتمال تحصل تسللات وده وارد لكن الجنجويت مبلولين وبكاين شغالين بك طيران ما يدق قندهار. الطيران انا لو على شفت قندهار ده كله اكيد السوق ده كله غير صالح. متوا بالمئات تعشوا في جروباتهم والله بالمئات اقسم بالله بالمئات ماتوا. يجي يقول لك قال مواطن مواطن شنو؟ ونحن اي مواطن حذرنا قلنا لك كوي ابعدنا دي جماعه الجنجويد الا كان انت كايس لك ميتة براك لا تجي تلبس ليك هذا مور تلبس ليك هاك بتاع جنجا بنطلون جنجا تقول لك انا ما مواطن مواطن ده غيروه ولا شنو؟ ابعدنا دي جماعه الجنجويد يا زول حته تبيعوا فيها ممنوعات وتبيعوا فيها انت جابك شنو؟ عندك شنو هنا؟ ها جنجويت يا زول ترى انا ما قاعد استهدف الا الجنجويت يا زول ما قاعد استهدف الا الجنجويت ما بقتل الا الجنجويت اسمع الكلام بتاع طلسنجيه ذيل وبتاع السواقه ذيل ماتوا بالمئات دمرت لهم كميه من الزخاير وكميه من الاسلحه يقول لك مواطنين مواطنين سنحرق ده لو قال لك ده شنو ده وقود ده هناي هاي تنبل لك يا زول ناس الجيلي بيك شديد جقلبه شديده طيران داقين وبلم بل زي البل اقسم بالله العظيم شغالين ندفنوا ولسه هتدفنوا وعقبال ما يتمسح كله. وهسه بنزل على الموضوع بتاع السقالات ده السقالات ده لابد من جغمة والله العظيم البلوة كلها في السقالات. شفت الجسر بتاع جبل اولياء ده ده الهوا زاد ده الهبوب زاد انا ما عارف ليه السيطرة ما داير تدقه. سؤال ده وجهنا له مليار مره مستفيدين منه انت شنو؟ ما بيملك اجابه ما عندهم اي اجابه ما عندهم اي اجابه. المفروض الدقه والله تحيي الطوالي وين؟ بيخدمنا في شنو يعني؟ بيخدم في شنو؟ سؤال بيخدم في شنو؟ طيب بالنسبه لي انا الخرطوم محاولات للجنجويت يائسه بائسه خجوله وتم التعامل معها غير ان المدفعيه شقاله وبتختار اهداف بعنايه وبتبل لابس ناس المدينه الرياضيه لقيتوا البل كيف؟ لقيتوا الجيغم كيف؟ لقيتوا الجيغم كيف وعقبال العمليات الارضيه باذن الله وقتها حان. طيب بحري البحري ده كملوا كلامنا مدرعات بابنوسه بحري ديل شغلهم بيختلف شغلهم بيختلف النازل البحر ده لو الجنجبيل ذاته الطفى النور منه لا والنعم شغل كله بقى باهت وكله شغل بتاع جماعه شغالين درجه سيدي يدززوا في النوير جيبوا والله العظيم اقسم بالله اسمك يا جنجبيت انه واحد كده اسمه فضل فضل نعيش ولا فضل نعيش ده انت ما درتك نوير تعال نسالك عشان تشوف البل بنفسك والله العظيم نويرك المره اللي فاتت جبت مرجع منه منه رجع منه والله رجع منه زاد يكون جاك بنفسيات ولا يكون جاك خلاص إجراءات اكل ورق ده قول شوف يا زول تلعب انت ولا شنو؟ كتار بس انا بقول لي ليه الناس مش شغالين زي ناس بحري انا ما لاقي له اجابه السؤال ده انا عندي القشم ده كل واحد لكن ناس بحري ديل ممكن اقول لك انا ما عارف يعني ما عارف اقول لك شنو لكن ناس بحري ديل يمكن اقول لك الخبرات كمان الخبرات برا ما بتكفي الشغل ده النازل المهم ده القشم كده كله قشم ده بس ناقص تعليمات عرفتها باقي القشم الما هنا ده بس ناقص تعليمات لكن ناس تعليمات في الدم زي ناس بابانوزه تبياتهم في الدم زي المشتركة تبياتهم في الدم عندك كتبت الموت في بحري
عندك اولاد ياسر شغالين، لازم اقسم بالله بشابه جغم مشابه تخصص عديل بيستقبلوك، وبعد داك تاني بسوقوك سيرة محل ما جيت. والله لا تبقى جراي، والنوير جرايين، النوير جرايين ملوك سجن نازل. والله الواحد لما يعمل ها اواه كان قال واه تاني ما بتقبض، ممكن يبقى اسرع من الميجزات. وبلوم وروم لك مدفع برضو، تحية لكم مدفعين نار وشرار.